مبادرة أسعد تسعد تتذكر الأطفال المصابين بداء السرطان في موريتانيا خلال يوم عيد الفطر المبارك من خلال تنظيم حفل يسعى إلى رسم البسمة على وجوه سرق المرض بريق براءتها، وأضحت كواهل أصحابها الصغيرة تنوء بحمل ثقيل جعل لون المأساة يطغى على لون الفرح. تقول المبادرة إنها تهدف من خلال هذا الحفل إلى الإسهام في الترويح النفسي عن الأطفال المصابين بالسرطان، على اعتبار أن الجانب النفسي له دور في مضاعفة المرض والتخفيف منه. هذا نشاط العيد، نشاط سنوي تعادل جمعية أسعد تسعد من أجل الدعم النفسي للأطفال المصابين بمرض السرطان، من أجل توفير بيئة صالحة، من أجل معالجتهم، من أجل الدعم النفسي. الدعم النفسي هو قليل من نسبة 35% كما يقول الدكاترة على أنه في صحة المريض، ونحن معدل المستحيل من أجل نوفره، ومن أجل ما اللي يعودوا هم أطفال عاديين كأطفال جميعا اللي يحتفلوا عندهم الحق يحتفلوا بيوم العيد كما الاطفال يقيسوا باركات الاخرين، نعدلوا نحن مولي شي خاص. وهون نشكر رئيس الفضاء البي ونذكر جميع الجمعيات على اساس اللي ضم معنا كامل في الحفل. وتشير بعض الاحصائيات التي اجرتها منظمات غير حكوميه في موريتانيا الى ان نسبه الاصابه بداء السرطان في البلاد تشهد ارتفاعا، حيث تم تسجيل ازيد من 3500 حاله اصابه خلال السنوات الاخيره، ازيد من 2000 منها في صفوف النساء، فيما تصل نسبه الاصابه في صفوف الاطفال 3% وفق ذات الدراسه. وتشير ذات الدراسة إلى أن نسبة الأشخاص المصابين بداء السرطان والذين يتلقون العلاج بالخارج عرفت تراجعا بعد إنشاء المركز الوطني للأنكولوجيا في العاصمة نواكشوط.